من دراسة على الأطفال الرضع وحديثي الولادة لدراسة أخرى كشفت عن أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة بتساعد على الوقاية من خطر الإصابة بآلام الظهر خصوصا عند النساء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور ياسمين الصرفي استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية، يعني حسب هذه الدراسة، إيه أهمية الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وإيه علاقتها بآلام الظهر خاصة عند النساء؟ خلينا نعرف الأول بصورة إيه المواد المؤكسدة. دي حاجة اسمها شوارد حرة، ذرات أكسجين غير مشبعة بتهاجم الخلايا عشان تتشبع، تاخد منها إلكترونز وتتشبع، فطبعا بتسبب تلف للأنسجة والخلايا بتاعة الجسم. بنتعرض لها من العوادم، من التدخين، من الأكل المصنع، الجبن المصنعة واللحوم المصنعة، ودي بتسبب مش بس في الام اسفل الظهر، سكر وسرطان والزهايمر والتهابات المفاصل اللي هي بتسبب الام الظهر، الام اسفل الظهر والام العظم بصفه عامه. فاحنا بناخد لها حاجات مضادات اكسده، بتبقى في اطعمه غنيه بيها اللي هي الاطعمه الغنيه بفيتامين سي، طبعا من اقوى مضادات الاكسده اللي هي اغناها برضو اللي هي الفلفل الملون، البرتقال، احنا في موسم البرتقال دلوقتي، والرمان والفراوله والكيوي والاناناس. دي كلها حاجات غنية والجوافة طبعا. في حاجات الغنية فيتامين دي زي الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات، الحاجات الغنية فيتامين إي المصدر النباتي اللي يتحك لونها برتقاني، زي البرتقان، زي بياض صفار البيض، الحاجات اللي لونها بيبقى قلب برتقاني، المشمش، الحاجات دي كلها بنسميها مضادات أكسدة قوية جدا. في برضه مضادات أكسدة في الثوم والبصل والبروكلي، الحاجات الغنية حاجة اسمها اس اتش جروب، دي بتبقى هي المجموعة الصليبية زي البروكلي والقرنبيط والكروم والثوم والبصل، الحاجات دي برضه غنية جدا بمضادات الأكسدة وبتقي جدا من أمراض السرطانات ومن برضه التهابات المفاصل. فيعني مضادات الأكسدة دي موضوع كبير، يعني مهم جدا للصحة، ولازم نهتم بيها في اكلنا كله، مش بس للستات، ستات ورجاله واطفال. ده بقى اللي كنت عايز اتكلم فيه مع حضرتك، هل الموضوع ده مخصص للسيدات فقط؟ لا لا مؤثر لا كمان؟ لا لا لا، مضادات الاكسده هو عمود فقري واحد. لان كلنا بنتعرض لعامل المؤكسده دي، مش الستات بس بما ان الستات التهابات المفاصل عندها ووجع الم الظهر بيبقى اكثر شويه عشان الحمل والشيل وخطو وشيل البيبي والم الدوره الشهريه اللي هي بتسمع في الظهر من ورا. فيعني بنتكلم عن الام اسفل الظهر عامه، يعني مخصص يعني بالنسبه ليها اكتر يعني. طيب دكتور، هل في اطعمه غير الاطعمه المضاده للاكسده ممكن تحمي من الام الظهر او الام العظام بشكل عام؟ في الكركم، يعني عندك الكركم ده اتعمل منه كبسولات دلوقتي. ممكن تاخدها تستعمل الكبسولات الموجوده في الصيدليه، وممكن معلقه كركم على كوبايه لبن في اليوم، او نتبل بيه اللحمه او نحطه على الرز. الكركم ده حاجه مضاد اكسده، مضاد سرطان، وبيظبط وظائف الجهاز وظائف الكبد جدا. والدراسات بقى اتعملت على الكركم ده، لان هو فعلا كان بيقلل سرطان الثدي عند الستات بنسبه كبيره جدا. فلازم الستات تهتم بالكركم والجنزبيل، الحاجات اللي هي العشبين دول مهمين جدا. يعني يستخدموها بشكل معين ولا ايا كان؟ يعني ان كان زي ما قلت لك ممكن في تتبيل، يعني ممكن في تتبلي نتبل بيه الفراخ او اللحمه، او نحطه على السلطه، او نحطه على كوبايه لبن زي ما ناس تشرب مثلا لبن بالجنزبيل او لبن بالقرفه، لبن بالكركم. مش يعني مش هينفع ناخده كده، لازم نحطه في حاجه يبقى طعمها حلو ومستساغ بالنسبه طبعا اكيد. طب هل ممكن تضطر مثلا السيده ان هي تاخد علاج ادويه؟ لايه بالظبط؟ طبعا التهابات المفاصل اكيد طبعا، لو في التهابات زايده. ده بنقول ده ليه يا فندم؟ عشان اكيد الاطعمه اللي حضرتك ذكرتيها دي بتحتاج وقت، يعني طبعا يعني انت هتاخدها دي لازم تشتغل على المدى الطويل، لازم تكون في نظامك الغذائي وهتساعدك مع الدواء. يعني انما لو في الام بقى حاليه دلوقتي، الالام حاليه دلوقتي طبعا، لو في الالام زايده طبعا لازم هتاخد مسكن، او هتاخد يعني هتتابع بقى مع الدكتور الاطفال، لازم هتاخد ادويه. احنا بنقول على حاجات مساعده بس، يعني ده مع دوت هيكون فعال جدا، ولو اهتمت بده في اكلها هتلاقي الالام خفت والمناعة بتقوى كمان من مضادات الأكسدة، مش بس آلام الظهر. يعني احنا فترة الشتاء كمان هي مهمة جدا للمناعة كمان. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة ياسمين الصرفي استشاري التغذية العلاجية، شكرا لحضرتك يا فندم.